نروحوا الان الى موضوع اخر لصناع جدل كبير. تصوروا في الكويت، نعرفوا انه دول الخليج فيهم مزادات علنيه غريبه، لكن تصوروا انه نعجه في الكويت وصل الثمن تاعها الى مبلغ قياسي، خلونا نتعرفوا عليه. 40,000 دينار عند خالد المشعار. النعام 40,000 دينار كويتي. الدينار الكويتي أغلى من الدولار وأغلى من اليورو، بدراهمنا أكثر من 2,400,000,000 كان ثمن تاع هذه النعجة. وماشي المعزة كما كاتبين، النعجة اللي تم بيعها ما عرفناش إلى هذه النعجة فيها الذهب بالداخل ولا على طولها ولا على صوفها ولا على جمالها. ويبقى دائما يعني العرب يصنعوا الجدل بمزادتهم.